هل نية صلاة الفرض يمكن تغييرها أثناء الصلاة إلى سنة والسنة إلى فرض؟ لا، من شروط النية أن توافق النية المنوي، إلا في مستثنيات. لكن لو نويت أن أصلي الظهر ما ينفعش في الوسط أقلبها عصر ولا أقلبها نافلة، ما ينفعش. ولو نويت أصلي 4 ركعات لله، فبعد ما صليت ركعة قلت الله، طب ما أنا أخليها ظهر، ما ينفعش. لابد من أحكام النية السبعة أن يوافق المنوي النية، فما ينفعش الخلاف ده إلا في حالة. إيه الحالات اللي هي مستثناة كده؟ قال صلى وما نواش ونوى وما صلاش. إزاي؟ جه لقى الإمام ساجد يوم الجمعة فنوى الجمعة، فكر انه هيدرك معاه ركعة. الامام راح جالس من السجدة لتحيات، يبقى فاته الايه؟ الركعتين. هو نوى ايه؟ جمعة، اللي هي كم ركعة؟ ركعتين. نوى ركعتين اهو ونواها جمعة. لما فاتت الركعتين الجمعة تدركه بركعة كاملة، فلو أنه فاتته الركعة، ركعة حتى واحدة خلاص، وجد وهو بيقول سمع الله لمن حمده ودخل معه، ما ينفعش خلاص. فيصلي ظهرا، يبقى نوى الجمعة وصلى ظهر، وصلى الظهر وما نواهوش. مستثنيات، حاجات كده، ايه حاجة مستثناة كده نحفظها. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، نحفظه نركنه كده في الخزين بتاعنا، لكنه ما نقس عليه، ما نعملش الحكاية دي في كل صلاة، ما نقولشش عجب هنا كده وهنا كده، لا، دي جاية هنا للضرورة. بمعنى ان انا لو عرفت ان الراجل ده رفع من الركعة التانية انوي ظهر بقى، ما ينفعش يعمل العمليه اللي انا قلتها لك دي، هنوي معاه ظهر على طول واصلي معاه السجدتين والتحيات واقوم اجيب 4، دي ما فيهاش حاجه. لكن لما ما اعرفش داخل وانا جاهل هو قضى ايه، فانوي جمعه وبعدين اسبيه افاجئ اني لازم اصلي الظهر.